أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا بإذن لله كتابا مؤجلا ومن يرد ثوابا الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.